ويا مساء الخير صبايا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ يا رب تكونوا كلكم صحه منيحه. اليوم رح نحضر مع بعض بهذا الفيديو اول سفره رمضانيه. سفره رح تكون لذيذه وصحيه، مش صحيه 100%، خلينا نحكي نص نص. بما انه عندي عزيمه، واول عزيمه باول يوم برمضان بتكون لبيت حمايه. بيت حمايه عاملين نظام صحي صار لهم فتره، فاليوم انا مجبره اني احضر اكله طيبه انا بحبها وبنفس الوقت تكون صحيه وبتناسبهم. رح نعمل مع بعض كذا شغله، مقبلات وجبه اساسيه، وكمان رح نعمل احتمال كبير صنفين حلو، يعني شغل ضيافه. فخلونا مع بعض نبدا حتى ما اطول عليكم ونستعد. صحيح صبايا، كثير منكم سالني عبير شو النظام اللي مشيتي عليه بمره من المرات برمضان ونزلتي عليه 17 كيلو. صحيح، بمرة من المرات شاركتكم على اليوتيوب، هتلاقوا الفيديو، في نحط لكم اياه كمان هون اذا حابين ترجعوا تشوفوه، او الرابط تبعه باول كومنت مثبت. نزلت 17 كيلو لانه كنت وقتها والده صار لي كذا شهر، ورمضان احلى فرصه تنزلوا وزنكم من غير تعب من غير مجهود، وكمان من اكل البيت، ما هو اكل خاص يعني بالدايت والقصص هاي، لا من اكل البيت من الموجود. ونزلت عليه 17 كيلو بس وقتها كنت برضع، فاكيد الصبايا التانيين اذا ما كانت مرضع ما راح تنزل نفس النزول، لكن راح تنزل نزول منيح لانه كثير صبايا جربوه. بس خلينا نبدا على طول مع بعض، وانتم راح تكونوا حابين تشوفوا الفيديو حتى ما اطول عليكم. عندي اول شيء هون دجاجتين نظفتهم كثير منيح، وبعد هيك نقعتهم مع خل وطحين وزيت زيتون وصاروا جاهزين شوي، وراح اغسلهم ثاني وصفيهم. في عندي كمان هون، بما انه محتاجين بديل صحي عن الرز، فرح نحضر اكلة اليوم بالبرغل. البرغل من اكثر الشغلات الطيبة، سعرات الحرارية قليلة وبنفس الوقت مشبعة، حتى انه بناته بيفضلوه اكثر من الرز، حتى انا تقريبا بلشت اتعود عليه. على جنب عندي تشكيلة بهارات وخضار رح تلزمني بطبخة اليوم. خليني اشيل هذا الصحن على جنب، رح نحط فيه دجاج للفرن ونبلش نحكي الوصفة. اوكي صبايا، مبدئيا لازم نستغل الوقت، اعطيك الظاهر للافطار عنا بس ساعتين. رح اخذ كمية من البرغل، والبرغل هذا الحبة الوسط، ما انه الناعم كثير اللي بنستخدمه للكبة، وبنفس الوقت ما تجيبوا خشن كثير لحتى تتاكدوا انه استوى. انا بحط كمية كثير منيحة لانه اصلا اللي بيزيد بكره بنات بياكلوه على الغدا. رح احطه وهنقعه بمي دافية لحتى يكون السوى تبعه اسرع، تمام؟ معي؟ اوكي، هون بالصحن رح نحضر البهارات والحشو والقصص هاي. في عندي هون اول شيء البهارات، في ملح، فلفل اسود، بابريكا وكركم، بهارات مشاوي، وعندي كمون وتوم بودره، وبهار تندوري هندي كثير ظريف وبيعطي كمان للدجاج المشوي طعم وريحه حلوه. هم البهارات الهنديه سبحان الله قويه وكثير طيبه بالاكل. راح اضيفهم كلهم واخلطهم، ما راح احطهم على الدجاج لاني بدي البهارات تيجي على الدجاج بشكل كامل. ما في معيار، اوبس، ما في معيار معين بنات، لانه انتم حسب الكميه اللي عندكم او حسب انتم كيف بتتذوقوا بتشوفوا اذا الطعم مناسب او لا. برمضان على البركه عاد. وهون في عندي بصل مفروم ناعم، راح احط منه كميه منيحه، تقريبا بصله ونص مفرومين ناعم. اوكي هيك كفايه. وعندي كمان كزبره وبقدونس مقطعين كمان ناعم، رح اخذ نص الكمية. هاي التتبيلة تبع الدجاج من اطيب ما يكون. في عندي هون على جنب بنات اخذت معلقة كبيرة من صلصة الطماطم حتى اخذ اللون الاحمر الحلو. كمان في عندي صويا صوص تركيزها معتدل مانا مالحة، رح اخذ منها تقريبا معلقتين كبار. هاي للدجاج تعطي لون وطعم كمان لذيذ كتير، بس ديروا بالكم ما تاخذوا هاي الصويا صوص اللي بتيجي هيك ثقيله ومالحه كثير، تمام؟ واكيد زيت الزيتون، ما عندكم زيت زيتون بتحطوا زيت نباتي، بس زيت الزيتون اكيد اطيب وافيد. وعندي هون عصير الليمون، بتحبوا فريش بتحبوا هذا الجاهز ما في اي مشكله. حطوا كميه منيحه علشان دجاج هاد ذكرته بالحداقة تبعه بالحموضة، الواضح انه حمادة اجا كان بيجيب لي اغراض ناقصة علي بالحلو تبع اليوم. صبايا اللي ما في عندهم الصويا صوص فيهم يحطوا شوي من الخردل، المستردة بتجنن على الدجاج، بس انا اليوم حابة اخذ طعم تندوري قوي. اوكي
اوكي بيت حماية اللي اجوا رح احط اللبن واستقبلهم. رح اخذ معلقتين كبار من اللبن الزبادي. على فكرة هاي الاكلة يا بنات انا متعلمها من حماتي، كتير كتير بحبها، حتى بحكي لماما على طول انه جربيها، ما مستغربة الوصفة. اهلا وسهلا. الله اكرم. يعني ما في احلى ولا اطيب من انه تكونوا بتعملوا اكلة كتير طيبة وبنفس الوقت صحية. رح اعمل بس مقبلات غير صحية عشان انا ما فيني. رح اخذ شوي من الخلطة احط على الدجاجة من جوا ومن برا. تمام بنات الدجاج انا بنطفه كتير منيح، وبعدين اهم اشي ما بين الجلدة والدجاج، الجلد تبع الدجاج والدجاج من جوا صدر الدجاج، افتحوا كتير منيح لحتى ادخل التتبيلة جواته، حتى صدر الدجاج بفتحوا بالسكينة هيك كم شرطة لحتى يستوي بنفس الوقت يضلوا طري ويدخل فيه البهار. والافضل يا بنات لو تحضروا الخلطة هاي من قبل بثلاث ساعات، بس انا ما قدرت، احمد لسه من شوي متسوق وجايب لي اياهم. كأنه بيت حماية لما عملوا نظام صحي عم يحكوا لي استحي على حالك عاد، بطلي تاكلي دي تخبيص وعم تاكلي ابننا تخبيص. انا واحمد كثير بنحب الاكل الدسم، البرجر والبيتزا والمعجنات. يلا المهم انا محافظة على وزني وما بدي انزل وزن، فبدي غذي حالي، وخصوصا انه انا بتحرك كتير فمشان هيك بحرق كتير، وبنفس الوقت ما بتسحر ابدا، يعني وجبة واحدة برمضان وهي الافطار، وبالافطار بقضيها يعني صح الاكلة بتكون منا صحية اوقات، بس بقضيها شوربة وعصاير وهيك شغلات، فما بحس انه انا بكتسب وزن في رمضان، بالعكس يمكن بينزل وزني. اوكي هاي اول جاهزة صارت عندي جاهزة. تمام اخدها احطها على جنب، وناخذ الدجاجة الثانية. حاولوا كمان يا بنات الدجاج نفسه يكون ناشف، ما في مي، يعني تصفوه منيح. بنات نفس البهارات اللي انا عملتها هلقيت للدجاج، شوفوا انا هلقيت قلت علي فرح ارجع اعملها، بس عندي المكونات نفسها رح اضيفها للبرغل. تمام بس في هيك اضافة صغيرة للبرغل عشان يطلع اطيب، رح احكي لكم عليها. اوكي لحشوة البرغل بضيف خضار لحتى تكون الاكلة طيبة ومشبعة، شوية بازيلا ومعاها كمان جزر، وبحط المتلج او يعني المسويين نصه متلجين حتى اضمن انه الخضار خصوصا الجزر يستوي بالفرن لانه بياخد سوا زيادة. هون البقدونس والكزبرة اللي ضلت رح اضيفها. تمام والبصل، وفيكم كمان تحطوا شوية من الطماطم الفريش، بس انا نسيت بيعطي مزة، بس مش مشكلة. في عندي كمان هون شرايح ليمون، شرايح الليمون هاي بنات في منهم صبايا سألوني مرة ما بتمرر طعم الأكلة، اذا كان الليمون اللي بيجي الجلد تبعه او القشرة كتير ناعمة وما سميك بكون ممتاز، اما اذا سميكة وخشنة معناته رح يمرر الاكل، فانتو كمان الليمون هاد اجتهاد منكم لازم يكون، بس كتير طيب لما ينشوي وينضاف بالأكلة كتير طيب، وحتى كمان الريحة تبعه. وبعدين الليمون بيساعد انه الحرق يكون اعلى. هلا بالنسبة للشي اللي بيعطي طعم كتير لذيذ للبرغل هو هاد الماجي، ماجي خضار بودرة بيستخدموه عن جد كتير حلو، وبيغني عن مكعبات البودرة، مكعبات الماجي كتير لذيذ وخصوصا مع الرز والبرغل، حتى فيكم تحطوه على تتبيلة الدجاج. حط منه كمية منيحة، تعمدت احطه هيك حتى تشوفوا الكيس كيف موجود بكل المحلات، سواء بالنمساوية او حتى التركية او العربية. راح اضيف كمان اكيد زيت زيتون كمية منيحة، وراح اضيف كمان عصرة ليمون. مثل ما حكيت لكم بتزودوا البهارات اللي بتحبوها على الخلطة هاي، وكان في باقي خلطة من تبع الدجاج فهاي ممتازة، فحاولوا تخلوها كتير شوي. رح اقطع البطاطا شرايح كتير رفيعة. اوكي صبايا وهيك بتكون خلصت الاكلة، وصار لازم تدخل على الفرن اللي عملته، بانه حشيت الدجاج بالحشوة اللي حضرناها سوا، وبعد هيك حطيتها بالاكياس الحراري، اكيد كلكم تعرفوها تلاقوها باي محل عربي.
حميت الفرن تقريبا قبل بربع ساعه، لانه الافضل يدخل الجاج والفرن حامي. رح نستنى من ساعه لساعه وربع بيكون عندنا جاهز. بهذا الوقت رح نعمل المقبلات. اوكي صبايا، هلقيك اجى وقت تحضير المقبلات. رح نعمل مع بعض سمبوسك، بما انه انا ما لحقت احضر عجينه السمبوسك فاشتريت هاي العجينه الجاهزه. ما في عندنا عجينه كمان سمبوسك جاهزه مجربه او مخصصه للسمبوسك، فما بعرف رح اجرب معكم هاي التركيه، المفروض هي للبرك فان شاء الله بتزبط. هاي شكل العجينه من جوا، يا رب تزبط. ما بعرف حاسس شكلها غريب. اوكي ان شاء الله لو زبطت بخبركم لحتى تجربوها. بالصحن هون في عندي جبن موتزاريلا وبهار دجاج، وعندي اوريجانو او زعتر مجفف مثل ما انتم بتحبوا، وكمان نوع جبنه ثاني، هاي الجبنه مالحه وجبن الموتزاريلا مانو مملح. رح اعمل مكس منهم واحشي فيهم السمبوسك لانه ما بدي اعمل لحم مفروم، هيك كنوع من التغيير. والشغله الثانيه اذا عندكم ميكس جبنه مالحه جبنه صفراء جبنه بيضاء، هيك الميكس هذا رح يطلع كثير طيب بالسمبوسك. هاخذ شوي اوكي، هاخذ قالب وهاخذ شوي من الجبن الموتزاريلا، وبعد هيك افرمهم ناعم مع بعض، حركهم مع بعض، رشه اوريجانو وبهار دجاج من تبع الهوبر او قلدي، في نسبة هيك ملوحة وطعم لذيذ. بنات لو في عندكم جبن كريمي مثل فلادلفيا اي نوع انتم بتحبوه ضيفوه على هاي الخلطة، رح يخليها كمان اطيب واطيب. بما انه العجينة مش تمام فخلينا نستخدم حيلة المي والطحين لحتى نلزق اطراف العجينة منيح وما تفرط ونحن بنحضرها. اوكي صبايا، ما جازفت وعملت كمية كبيرة من السمبوسك لانه العجينة ما حسيتها مضمونة، وطلعت الكبة شوي بتفك لحتى نقليها وقت الافطار. وبلقيت رح ابلش بتحضير الكنافة. جبت كنافة شعر خشنة، رح نعمل مع بعض اطيب كنافة واسهل كنافة. وفي عندي هون هاي الالوان الجل، انا كتير بعتمد عليها بصبغ الاكلات، فرح اخلط، ما في لون اورنج، فرح اخلط لون اصفر مع لون احمر وحتى يصير عندي لون الكنافة باللون الاورنج الحلو. وهون في عندي سمن حيواني رح احط منه، من بعد ما ضفت شوي من اللون الاصفر واللون الاحمر رح ضيف شوي من السمن وخليه يحمى شوي وبعدين نضيفه على الكنافه. هيك صبايا الكنافه من بعد ما حطيت عليها الصبغه رح احاول استعجل، حطيت عليها الصبغه وكمان كميه من السمن الحيواني بصينيه تيفال جنبي دهنتها بالسمن. وهلقيت رح اعمل طبقة من الكنافة تكون طبقة منيحة وبنفس الوقت اضغطها كتير منيح لحتى ما تنفصل عن القشطة حقت لما اضغطها، تمام؟ هيك كمية هيك كفاية، ورح احاول اضغط الحروف تبعها. اوكي صبايا، من بعد ما حطيت طبقة الكنافة حطيت كمية منيحة من الموتزاريلا من بعد ما قطعتها قطع صغيرة. وبعدين في عندي هاي جبنة مش جبنة، قشطة كريمي، راح ضيف علبتين من القشطة وحاول امددهم بس بطريقة ما يكونوا على الاطراف، تمام؟ وبعدين راح نحطها بالفرن على درجة حرارة متوسطة من تحت، وبعدين اخر شي بنعمل الحرارة من فوق، تمام؟ المفروض كون بدي اعمل قطايف اليوم بس ضايل بالضبط تلت ساعة على الأذان وأنا لساتني ما عملت حتى الشوربة. تأخرت عليك في صحيح، بعدك لا أنا هطلع وأتسوق لحالي. كتير تأخر أحمد علي، جاب لي الأكل قبل بساعة ونص. هل قلت بدي إياك تكفير عن ذنوبك اليوم وتفضحنا قدام الضيوف بإنه تقلي معايا السمبوسك والكبة؟ أوكي أنا محضر أنا الشوربة. ماشي يلا. نسيت احكي لهم على فكره، هل قلت من بعد طبقه القشطه رح نحط شويه كنافه هيك طبقه خفيفه؟ نسيت.
حاليا عم حاول سابق الزمان، عملت القطر وعم اقلي السمبوسك والكبة، وهون حضرت شوربة لسان العصفور، وبناتي عم يبكوا لانه موعد نومهم، فكل شيء ضارب، كل شيء ضارب، حتى انا بطلت اعرف احكي. حاليا عنا، حاليا انا احمد عنا اختراع هذا الجهاز اللي جبناه لصوت، سالتوني عليه عن جد طلع كثير ممتاز، مشان نعمل عصير برمضان واحنا ناسيين نجيب كولا. في عنا كولا؟ لا. اوكي، فبنحط المي بنعملها بصودا، وبعدين راح نضيف عليها الفنتو ونضيف عليها ثلج، عن جد ولا اسهل. وبس نكتب نحاول نظبط. على فكره بلش قدن صح؟ ايه يا لهوي.